صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى. فراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمقها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء مرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وسار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خفى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.